يان الدكتور يان الصيدلي هما الاثنين بيشتغلوا في المستشفى. المستشفى يلزمها ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ميزانيه، هو ليه العيان بيدخل يكسر في المستشفى؟ العيان بيدخل يكسر في المستشفى عشان ما بيلاقيش امكانيات، علشان ما بيلاقيش سرنجه، ما بيلاقيش جوانتي. الحاجه الثانيه العيان بيكسر في المستشفى علشان خاطر هو مش لاقي حد يقول له انت بتكسر ليه، علشان احنا طالبنا بقانون تغليظ العقوبه للاعتداء على المستشفيات من البلطجيه، والقانون طلع كده حاجه زي فلاش في السماء واتعملت له هيئه وما شفناش الهيئه دي. حتى المستشفيات اللي بتؤمن او الناس بيجروا وقت ما البلطجيه بيجوا يعتدوا على المستشفى. الكادر اللي الدكتور بيطالب بيه هو مش بيطالب بيه علشان نفسه بس، هو الدكتور لما بيحيا حياه كريمه هو بيقدر يأدي شغله كويس. يعني انا مش فاهمه دكتور بياخد 800 جنيه ولا بياخد 1000 جنيه هيعيش بيهم ازاي؟ دكتور قاعد في سكن مليء بالحشرات، دكتور بتطلع له وجبه مش ادميه، العيان نفسه بيعرف ياكلها. انا شخصيا طلعت لي وجبه مره فيها سلطان فايبل بيمشي. يعني مش عارفه ازاي عندنا ثلاث مطالب: كادر، ميزانيه للصحه تعلى من 3.9% توصل على الاقل 5% في السنه دي، الطالب ان توصل يا فندم 15% على مدار 3 سنوات، انا على الاقل عايزاها توصل 5%. الحاجه الثالثه ان احنا يبقى في تامين للمستشفيات وفي قانون لتغليظ العقوبه على المستشفيات. الثلاثه مرتبطين ببعض، يعني لو اديتنا الكادر وما وفرتش امكانيات في المستشفى هتضحك على عيان وتقول له ما فيش امكانيات علشان انا عملت للدكتور الكادر من بند التجهيزات. الثلاثه مع بعض كادر تامين. انا مش عايزه نختزل الموضوع في كادر تامين. تطبيق 80% الاهم من الشعب الحلو بقى من جسمه ومخه، ايه الاهم؟ عايز بني ادم اللي جوه اللي بيمثلونا وبيوزعوا ثروتنا يقول لي ايه اهم من جسم المصري ومخه؟ ايه الاهم؟ الاهم مكتوب عندكم في اللفه هنا. جابوا فلوس للداخليه وراحوا باعونا في الميزانيه، جابوا فلوس للداخليه، وراحوا باعونا في الميزانيه، السنه الثالثه بعد الثوره نفس توزيع مبارك للفلوس هي للسنه الثالثه، وده مش عايزين نسمح ليه. والميزانيه بتتحط دلوقتي بنفس التوزيع، لا عايزين 15% او على الاقل لما نتنازل وعشان يبقى في عربون محبه ونعرف ان احنا على السكه الصح ادونا 10% السنه دي. 10% يعني 60 مليار، الساعه الثانيه اللي فاتت واخده 27. اللي بيسرق دايما من الصحه يروح لبنود ثانيه، يروح لمحافظ للدهوات اللي في التكييف، يروح لدعم المليارديرات الاسمنت والحديد، يروح لعنايه بمئات المقرات اللي ملهاش لازمه، اولهم المبنى ده مجلسين يابين ليه كفايه واحد، ده بياخد 2 مليار يا جماعه، غير عشرات الاستراحات الرئاسيه واستراحات المحافظ ونوادي الجهات الصياديه، مئات المقرات بتصرف كام كهرباء؟ ثمنها كام لو اتباعت؟ فيها كام بني ادم بيديروها؟ او غاز بيديروها ويتدلعوا عليها اللي هو دلع كبار الموظفين؟ الفلوس دي والموازنه دي وخلص مرتين بعد الثوره بيد الناس اللي جوه، ويقول لي وزاره الماليه ما عندهاش فلوس، انا بقول له لو انت نايب الشعب بجد يبقى الصحه والتعليم اول بند. لو انتوا نواب بجد لو ما عملتوش كده تبقوا نواب مبارك بقى، وتبقوا الناس اللي عايزه انا نفضل مسؤولين باستمرار. واحد اتنين الكادر راح فين؟ كادر الصحة فينك أحمد فهمي بينا وبينك، 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 كادر الصحة فينك أحمد فهمي بينا وبينك. يا اللي بتسأل احنا مين؟ احنا دكاترة مصريين. احنا دكاترة مظلومين. احنا صيادلة مظلومين.